مشكل كبير بزاف في المغرب في هذا الوقت هذا. خاصنا نوقفوا كاملين باش نوقفوا ضد هذه المجازر اللي كتعرض لها القاعات السينمائيه في المغرب. وهذا المثال ديال السينما ايدين في مراكش اللي ولات في هذه الحاله هذا ما هو كيعبر غير على المغاربه كيفاش ما كيحافظوش على التراث ديالهم العالمي، على السينمات ديالهم وعلى ثقافتهم على هويتهم، لان هذه القاعات السينمائيه جزء من الهويه المغربيه خاصنا نحافظوا عليها كاملين، ماشي غير بالهضره ولكن بالفعل. خاصنا نتحدوا كاملين باش ما يوقعش هذا الخراب هذا اللي واقع في الثقافات المغربيه.